عامان من الحرب حولت الأرض إلى أطلال، مدن لم يعد أهاليها يعرفون ملامحها، ومساحات شاسعة أصبح الدمار يحيطها من كل اتجاه. ليست مشاهد لفيلم يحكي حروب التاريخ الغابر، وليست لقطات لدمار نتج عن كارثة طبيعية، بل هي حرب التهمت كل شيء وألقت بظلالها على البشر والشجر، ولم يسلم منها الحجر أيضا. اتسعت دائرة الدمار وأصبح الحديث عن مراحل التعافي وإعادة الإعمار مصاحبا لكل تحرك محلي ودولي أمام مناشدات مجتمعية كثيرة لبدء عمليات الإعمار المختلفة. لم يتوقف الدمار عند المباني والمرافق الخدمية، بل انتقل إلى الطرق والجسور، وأصبحت الحاجة إلى تمويل إعادة تأهيلها يمثل مشكلة أخرى تقف أمامها البلاد التي ما باتت تصحو من أزمة حتى تدخل في الأخرى. مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة الضالع قال إن عملية ترميم الشارع العام الرابط بين صنعاء وعدن وسط المدينة ما زال قائماً أمام مطالبات عديدة بسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية للمحافظة كونها تعرضت لدمار كبير جراء الحرب. الضالع لها عام وعامين ونصف من التحرير، إنها لا زالت لم يقدموا أبسط الخدمات للضالع. الضالع اليوم تعاني، الضالع قدمت ما لم يقدم غيرها، ولهذا نرجو رئيس الحكومة ونرجو الوزراء المعنيين بتوفير الخدمات. تراجع منظومة الصيانة الدورية كان أحد الأسباب التي أدت إلى تدهور العديد من الطرق، لعل من أبرزها طريق العبر وطرق الضالع والطرق الرابطة إلى شبوة ومأرب والبيضاء، والتي كان من المقرر صيانتها وإعادة تأهيلها في مراحل سريعة. وزير الأشغال معين عبد الملك شدد على ضرورة العمل بشكل عاجل من أجل استعادة فاعلية منظومة صيانة الطرق في جميع المحافظات، وقال إن الوزارة تسعى لاستكمال المشاريع وفق الإمكانات المتاحة. وأمام صعوبات عديدة تحول دون إعادة تأهيل الطرق، ما يزال الهم الأكبر متمثلا بنقل البضائع والمسافرين بعد إقفال معظم المنافذ الرئيسية، إما نتيجة المواجهات العسكرية أو نتيجة سنوات الإهمال التي طالتها.